اليوم حلقتنا فيها شكر وايد، اللي ما يستحمل الشكر لا يطلع. حلوين اليوم بنجرب كوتن كاندي، يلا بينا. اليوم مطعمنا اسمه كوتن كاندي، واضح الاسم، شعر بنات، غزل بنات، انتو شو تسمونه. المهم راح نجربه اليوم ونعيش وياه، والله يعيني بعد الحلقة لأن السكر وايد وايد. عندنا أول كوتن كاندي اللي هو شعر البنات، الكاكاو مع النعناع. عندنا بلو رازبيري، عنب، وآخر شيء رقي أو جح أو بطيخ على حسب انتو شو تسمونه، ووتر ميلون، يعني عشان نختصر الأسامي كلهم ووتر ميلون. أنا بخليهم على كتر. أنا ما أدري الحلقة تتصنف منتجات ولا مطعم ولا كافيه، ما أدري شنو تصنيف الحلقة، فأنتوا صنفوها على كيفكم. عندي ميني كوكيز منهم، هم شيء زين، مدحوا لي إياه وايد، بنجربه وياكم. عندنا الدريم كيك، وايد شغل اليوم، وايد شغل، السكر لعق باكر، أقول لكم ما حد يصدقني. وآخر شيء مشروب التفاني، ما ادري ابلش بشنو ولا بشنو، انا عارف ايش راح يصير فيني، بختنق لهني سكر لهني. حلوين، انا ودي اجرب الدريم كيك بالبدايه صراحه. دريم كيك يعني كيكه الاحلام يا جماعه، كيكه الاحلام عندنا شخصيا، اهلا وسهلا كيكه الاحلام. هيتت بيفور ايت، بس مو ذاكرين كم لازم تحطها بالميكرويف، راح احطها 30 ثانيه واجرب وضعي ان شاء الله يعني القياس صح. اوبا، ريحه الكيك شيء عالمي. حلوين، بجربها وياكم ونعرف شنو مكوناته. دريم كيك، بسم الله. ان شاء الله تكون باينه وياكم. تشيز كيك مع كندر وفليك، الطعم عالمي. لا دست وايد فيها، دست وايد فيها. ملاحظه، القفشه كانت مكشوفه. تغليف مهم يا جماعة، يريح الزبون، يعني يحس انه اي والله مهتمين بموضوع النظافة الخنفشارية. حلو شغلك مبين. اول مرة اكل تشيز كيك حار، العادة بارد، متعود على البارد، بس هذه راح اعطيها 45 من 50. طعم الفليك واضح، طعم التشيز كيك خيالي، وبنفس الوقت وجود الكندر اعطاها طعم ثاني بعد. ببلش مع اول واحد من الكوتن كاندي اللي هو بلو رازبيري. شكله ظريفة، حلوين. الأسعار كلها راح تلقونها تحت، والأسعار غالية يا حبيبي. حلوين. وايد خفيفة، يعني كلها شكر بس أحس أنها خفيفة، يعني مو الشكر اللي متعودين عليه بالكوتن كاندي، لا خفيفة وايد. خيرتها برجر وايد اسمع. خوش لحم، لا لا ما له شغل. حسيت طعم البلو روزبيري، وايد طعمه واضح، بنفس الوقت خفيفه يا جماعه، ما ادري ايش كثر السكر فيها بس خفيفه يا جماعه، خفيف حرفيا. طبعا كلها سكر، اكيد كلها سكر، بس تكفون تكفون اللي ياكله ومصدق نفسه انه حلو لا يقول سكر ياكل سكر، رحم الله والديك، رحم الله والديك لا تسويه. درجته من 50 البلو رازبيري اعطيه 40 من 50. طيب طيب الامانه طيب. حلوين، عندنا الشوكليت مينت، شوكليت مينت، يعني انا كليت من قبل كوتن كاندي شوكليت ماركه الحاج عبد الله، يعرفونها بعض الناس، يعرفونها ماركه الحاج عبد الله، بس مع مينت ما كليت. لا هذا سكر اكثر، واضح سكر، ما انا حاسب طعم شوكليت منت، حاس انه منت 100%. طعم الكاكاو مختفي مع شعر البنات، غزل البنات اللي تبون. على تجربتي اليوم انا راح اعطيه 30 من 50، مو اوكي شغال. لازم نفصل ونجرب الكوكيز. كوكيز يا كوكيز، اوبا شوفوا يا جماعه شلون هشه يا حبيبي، ميني كوكيز يا حبيبي، ولا تعبت وانا اقصها اصلا. كندر، شغل الكوكيز عالمي يا جماعة، يا حبيبي يا حبيبي.
من احلى الكوكيز اللي ممكن تاكلهم بحياتك، طريه انا احبها كذي تكون، وتنقص بسرعه والكاكاو يسيح فيها كذي. شفتوا ما يحتاج اقول لكم طعمها كاكاوي، يعني نفس الكوكيز نفس الخلطه، احس ان فيها كاكاو مو حليب طاغي. بعض الاماكن يكون طاغي وايد الحليب، هذا حسيت طعم الكاكاو واضح. 48 من 50 الامانه. المطعم اسمه كوتن كاندي، للحين الكوتن كاندي اقل من الاشياء الثانيه اللي انا طلبتها، غريبه يعني. عند العنب، خلينا نجرب العنب، كوتن كاندي العنب جديده هذه. يا حبيبي لا العنب قوي، طعم العنب واضح وايد، والمكونات جدا معقوله، مو قاعد احس بسكر وايد، هو كله سكر بس مو قاعد احس بطعم السكر وايد. الطعم غني وفي نكهه، نكهه حلوه كذي، عنب مع شيء ثاني ما ادري شنو بالضبط، بس طعم وايد واضح. يعني المنت ما كان واضح كلش، يعني الكاكاو فيه، وطعم المنت هو اللي واضح لكن مو بقوه، مو قويه النكهه. هذا لا، هذا قاعد تاكل نكهه صجيه، يعني شيء من الاشياء اللي راح تكون مفضله بالنسبه لي، ولو اني انا مو صوب وايد. والله يعني على الشكر اليوم راح اعطيه 45 احسن نكهه فيهم بامتياز للحين من اللي جربتهم. عندنا الجح، الرقي، البطيخ، خلينا نجرب. بسم الله. رقية حمراء، شايف لما طق شي تطبل عليها حمراء، شكر ألف. هذه يا جماعة أنا مو من هواة الكوتن كاندي، بس هذه 50 من 50. وانتوا عارفين شنو اللي يعطيه 50 من 50؟ لازم شي يستفزني، ما ذكت مثله من قبل، وبنفس الوقت وايد حلو. هذا وصلنا حق التيفاني، نشوف التيفاني وشنو وضع التيفاني. ما عندي أي فكرة عنده شنو هو بالضبط، ما ادري شنو المحتويات يا جماعه، جايز يكون في ريد بول، في مش عارف ايش، انا ما ادري شنو فيه. نعناع، كنا ليمون نعناع مع توت ازرق، شيء بالنسبه لي مو تجربه مثاليه، وايد شكر فيه، ما ادري انا تاثرت ولساني تاثر من كميه الشكر اللي كليتها اليوم. العلم عند الله، الطعم مو واضح لا مويه، كل شيء قاعد علكه، ما ادري شنو بالضبط، اتوقع انه نعناع، اتوقع اقل الاشياء الموجوده عندهم بالنسبه لي. فاعطيه من 50 25 25 من 50. انك تقول لي توقعت نتيجه مثل هذه من كوتن كاندي، لا والله ما توقعت، بس التجربه اثبتت كلام ثاني. ما نمل عليكم اي شيء، هذا راينا وهذا تقييمنا الشخصي. بالنهايه ايش نقول؟ فما الله، السلام عليكم. الاسعار تحت موجوده صندوق الوصف، عيش مع نفسك، تبي تطلب تطلب، ما تبي تطلب كيفك، هذا رأينا الشخصي يعني. كيفك تبي تلحقها كيفك.